بارلمان كأقل كسرة سوماليا يا مانتي سوغو يميد كالفريقو دي لباد كلن كيسي سقالاد وحان شير قدوميني قدومي ها أقل كسرة سنتر عبد حاشي عبدالله يغو اي قبجوغ هايين لبدي سوكو حيغين أجندها كلن كأيا اها أقرين تكوباد اي هندس شرعيات كعنو قمتين تمالي ديد اي عايمن وحان هور يميد قولها وزير كمالية دا حكومة دا فدرال كأي سوماليا دكتور علمي محمود نور إساق أو كور أقريي قولها مهمة دو هندس شرعيات كني لي هاي وحاو إنتا كدري وزيركا إن شرعيقان هادي لأنسحي وعريا من دونو لقالها للشباب دا محوها هاي فدرال كسوماليا وحاكاقو أن مركا سيدا أسوق لهاي بدقبكا داد كيدا يمحوها هاي هانتيد الدلك إيادو أجيددو تهاي سيدي لوغا هرتاقي لها خطرها كدنكا مواطنين تا يشركتها الصوماليات كرهان مالجلين تا امحوها ارقق حسدا يدو ماان كاللغوها يو تاس سلمر كان اللي تحقلين يوغو آمد قرمد ميدوبي محايلي ارين تنوحا نغوتاي global issue ارين محوها خطر دوني دادان كيني كرتاعي نغوتا سيادر تيدوحا يسوك الشي security بيسوك الشي مكا امني بيسوك الشي مرهدي امني يسوك الشي وحبك يلعكتوبة وحي مركاسي ياشين قاب محوها دينا أمني وخطر جيلين كري مركز أي شيء مركز تاسع مركز سيكوريتي كونسل كو وكي شيء شروع النظام وكي شيء ومركز دوني ده دانا كم إذا مركز يونايتد نيشن كخطر سنة أي تهاي واجب إن أيه ونسعى سو كله أي مركز أي كي شان أي مركز أي تاع مركز أيه ضمان كلاجوها يو تاس إسلام مركز أنا اللي تحجيلين أيه جو آمد قرمد ميدوبي أو أن حبين تكن هاي أي دولة جو أنستي إن يدجسو شرعي يحرركي لوغا باهنا سي لو دقن جليو استراتيجيه لوغو عرب تيريو مال جلين تأرغا جحسا تاسا كوكا لكن واحد اكرتا إن قيبا كلو فربادن وما فيه فربادن بنجي يسو چبصدي دوني سو باباشي إن امحو هاي اي ميالها الدون كميالا يقبات كالكتان رادينية دومي عبد حاش عبد الله oo soo xiray kalfadhiga ayaa waxa uu sheegay in warbixinta hindis sharciyeedka cunu qabateynta maaliyadeed ee cayiman ay ku wareejin doonaan gudiga maaliyadda golaha aqalka sare waxaan sharcigan ku wareejinaynaa gudiga maaliyadda ee aqalka isaguna halkaasi inuu si degdeg ah daraasad ugu sameeyo oo inoo keeno aqalka ku soo celiyo kadibna waxa weeye waa ka doodi doonaa waana sekentoona hadii la yiraahdo hindis sharciyeedka cun qabteynta maaliyadeed ee cayiman horey waxa ugu soo dooday una soo ansixiyay baarlamaanka golaha shacabka waxa laga dhowr sugayaa in doodo iyo kulmo kala duwan ay ka yeeshaan golaha aqalka sare taasoo ugu dambeyntii la filayo inay ansixiyaan fi ismaan abdullahi shabeel tv